شو هو الطارق؟ ما بنعرف شو هو الطارق، لربما كان الكوكب الذنب نفسه اللي راح يطرق في الأرض، ولا ربما كان الدخان، أو الدخان هو إشارة خروج من هذا الطارق لربما، فالدخان الكوكب الذنب والطارق لربما كانت تسمية لنفس الشيء، نقول الله أعلم. وكلها راح تكون إمتان؟ قبل ظهور الأعور الدجال. ليش بنقول كلها بتكون نفس الشيء؟ لأنه عند النصارى هناك شيء اسمها نجمة الميلاد. نجمة الميلاد بالنسبة لهم هي نجمة ستظهر في السماء، تقول أنه سيدنا عيسى سيظهر مثل نجمة الميلاد اللي ظهرت قبل تقريبا 2000 سنة، وعرفوا منها أنه سيدنا عيسى ولد. وبقولوا في كمان نجمة ميلاد راح تظهر عند رجوع سيدنا عيسى في آخر الزمن. بالنسبة لهم في شيء اسمه نجمة الميلاد. نجمة الميلاد لربما كانت الكوكب ذو الذنب، ولا ربما طرقت في الأرض، وهي إشارة إيش؟ الأعور الدجال. هذه كمان إشارة لربما كانت قبل ظهور الأعور الدجال. نقول إخواني في عنا الطارق، الأعور الدجال، سيدنا عيسى، قتل سيدنا عيسى للأعور الدجال. بعد ذلك الإشي شو بدنا نشوف؟ راح نشوف يأجوج ومأجوج. هلأ إذا ظهرت يأجوج ومأجوج فهي إشارة إنه الوعد الحق قد إيش؟ قد تحقق. يعني الله سبحانه وتعالى حقق لنا الغاية الرئيسية من الوعد الحق في فتح بيت المقدس، وفي إيش؟ في زوال دولة بني إسرائيل اللي دخلت الدخول المحرم سنة 48 إلى الأرض المقدسة. هلأ زي ما حكينا إحنا في السلم الزماني في منطقة معينة داخل الوعد الحق، أكيد إحنا داخل الوعد الحق. شو تم؟ إنه تكتمل أحداث آخر، أو تكتمل أحداث الوعد الحق. هلأ السؤال إخوان، في ناس بيسأل بقول يعني إحنا شو بيعنينا؟ يعني هاي الأحداث صارت ولا ما صارت؟ إحنا منعيش يومنا، منقوم بأعمالنا، منصلي صلاتنا، منقوم بالشغلات اللي لازم نسويها، وهاي الشغلات بدها تيجي. فمنقول صحيح، هذا صحيح، ولكن لا يمنع بتاتا إنه إحنا شو نسوي؟ إحنا نعرف أحداث آخر الزمن. يعني جبريل عليه السلام لما جاء يعلم الناس دينها، لما جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يعلمنا ديننا، جلس أمام الرسول ووضع فخذيه على فخذي، يعني ركبتيه إلى ركبتي، أسند ركبتيه إلى ركبتي، ووضع كفيه على فخذي للرسول عليه الصلاة والسلام. وشو سألوا؟ سألوا مجموعة من الأسئلة. شو سألوا أولاني؟ سألوا عن الإسلام، مظبوط. بعدين شو سألوا؟ عن الإيمان. بعدين شو سألوا؟ عن الإحسان. بعدين شو سألوا؟ عن الساعة. هذا السؤال الرابع. شو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. بعدين شو سألوا؟ فما أشراطها؟ طب ليش يسألوا ما أشراطها؟ والرسول شو بيقول؟ جاءكم يعلمكم دينكم، يعني تعلم أشراط الساعة هذا جزء من الدين، ولكن تعلم أشراط الساعة كجزء من الدين شو بكون؟ بكون علم رابع، يعني في علم اتركه اللي هو الساعة، ولكن في أشراط الساعة علم بعد بيجي. بعد إيش بيجي؟ بعد الإسلام والإيمان والإحسان. شو بدك تتعلم؟ أشراط الساعة. فمنقول تعلم أشراط الساعة مشروط في هاي العلوم الثلاثة. إذا أنت نطيت مباشرة على أشراط الساعة وأنت لسه ما بتصلي ما بتصوم، شو بقول لك؟ ولا كذا راح يكون في ضرر عليك، ما راح تستفيد منه، لأنه الإسلام ماله مقدم على أشراط الساعة. إذا أنت بديت تتعلم أشراط الساعة وأنت بتأذي جارك وما بتحسن نظافة حارتك على سبيل المثال، وإحنا بنعرف إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهي شعبة من شعب الإيمان، فإنك تتعلم أشراط الساعة وإنت لسه لما تكون ماشي الطريق ما بتقيم الأذى عن الطريق، بقول لك هذا راح يضرك. ليه؟ لأنك إنت لسه ما أحسنت إيمانك. إذا إنت عمالك تتعلم أشراط الساعة وإنت لسه مش محسن في عبادتك، يعني ما بتعرف كيف إنه الإيمان لا يكون إلا أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، فشو بقول لك؟ بقول لك تعلمك الأشراط الساعة راح يضرك، لأنك لسه ما وصلت لمرحلة الإحسان. فتعلم أشراط الساعة إخواني مرتبط بهذه الأمور الثلاثة: الإسلام، الإيمان، والإحسان. وبعدها شو بنسوي؟ نتعلم أشراط الساعة. فنقول إخواني إحنا مؤكد داخل فترة الوعد الحق. أما الأحداث متى ستأتي وكيف ستأتي لا نعلم متى، يعني على الساعة ما بقدر أقول والله يوم كذا تاريخ كذا سنة كذا راح يصير كذا وكذا. أما بقول كأحداث راح يصير، يعني الأحداث اللي تكلمنا عنها
موت خليفة، اقتتال ثلاثة، تكلمنا عن الطارق، تكلمنا عن السفياني وجيشه والخصفي، تكلمنا عن الأعور الدجال، تكلمنا عن سيدنا عيسى ونزوله، تكلمنا عن قتل سيدنا عيسى للأعور الدجال، تكلمنا عن فتح بيت المقدس. ففتح بيت المقدس جزء من الوعد الحق. أنا متأكد أنه فتح بيت المقدس جزء من وعد الحق. متى؟ لا أعلم، تقديرا قد أقدر، وقد يصير تقديري وقد يخطئ تقدير. إن أخطأ التقدير ما بيعني أنه فتح بيت المقدس مش جاي. يعني لو أنا قلت أنه فتح بيت المقدس سيكون بين سنة 22 و24، وأجت سنة 22 وأجت 23 وأجت 24 وما فتحت بيت المقدس، أقول والله هذا الكلام غلط ومش مظبوط. لا، منقول التاريخ اللي احنا استنتجناه كان خطأ، كان التاريخ خطأ. أما فتح بيت المقدس، مين اللي حكى عن فتح بيت المقدس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بقى خطئ الأحداث، شو بخطئ؟ بخطئ التفسير الزماني اللي فسره إنسان للأحداث. أنا أقول إخواني، حتى لو أنا اجتهدت وقلت، أنا هلا بقول على سبيل المثال من الشغلات اللي بيسألوني عنها وبجاوب عليها، مثلا يوم واحد يسألني متى سيظهر المهدي، بقول أنا كنت أتكلم من تقريبا سنوات، من مجموعة سنوات، من سنوات ماضية، لما واحد يسألني أقول له أعتقد ولا أجزم إنه المهدي بين سنة 17 و19. لما واحد يسألني عن فتح بيت المقدس نفس الإشي، أقول له أعتقد ولا أجزم إنه فتح بيت المقدس بين 22 وبين 24. هاي كانت الأرقام الموجودة عندي ولا زلت بتكلم فيها لغاية الآن. لإذا أجت هلا إحنا في 18، إذا خلصت 18 وأجت 19 وخلصت 19 وما جاش المهدي، هل هذا بيعني إنه المهدي مش راح يجي؟ لا، المهدي راح يجي، بس التفسير اللي احنا فهمناه من قائل الله وقال الرسول هو اللي كان الغلط. فانتوا تعلقوا بالاحداث ولا تتعلقوا بالارقام. انا بجاوب في الارقام لانه في الحاح من الناس، يعني في الحاح، في ناس كثير جدا تلح، متى يا شيخ؟ امتى يا شيخ؟ امتى تتوقع؟ فمن شده الالحاح شو بتضطر؟ تضطر انك تتوقع، تحط توقعات، تقيس الشغلات اللي موجوده، تتفكر فيها، تبني ارقام موجوده ويكون في عندك فيها يعني شواهد على هاي الارقام. ولكن هذا توقع. اتذكروا يا اخوان، الارقام شو هي؟ توقع، والارقام قد تصيب وقد تخطئ لانه هي تفسير، ولكن احنا نتعلق بالاحداث ولا نتعلق بالارقام. عشان هيك الرسول عليه الصلاه والسلام حتى في القران الكريم، في القران الكريم الله سبحانه وتعالى يقول اتى امر الله فلا تستعجلوه. يعني انك انت ما تطلب، ما تلح على الارقام، ما تصر على الارقام. وإذا تكلمت في أرقام دائما حط بين قوسين كلمة الله أعلم، وبين للناس أنه هذا اجتهاد. إن أخطأ هذا الاجتهاد لا يعني أنه الأصل اللي هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحدث يعني الأصل الحدث أنه صحيح وسيأتي. فإن أخطأنا في الأرقام لا زالت الأحداث موجودة. عشان هيك نتكلم عن الأحداث أخوان، ونقول إحنا في فترة، والأحداث عمالة بتمشي وبتركض في فترة الوعد الحق، وإن شاء الله يعني ستأتي، وهي من المؤكد ستأتي، لأنه هذا وعد من مين؟ وعد، حتى أنه هذا الوعد ما جاء وعد من الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء وعد من مين؟ جاء وعد من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لك واقترب الوعد الحق. كلمة الوعد تكررت في عدة مناحي، عدة صور وعدة آيات في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يوعدنا، يعدنا بإيش؟ بالنصر، ويعدنا بالخلاص، ويعدنا بنهاية دولة بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، يعني يتكلم سبحانه وتعالى بوعد، فأنا أصدق الوعد. فإذا قال إنسان بغض النظر أنا ولا غيري، وكثير ناس بيتكلموا نفس الشيء، يعني أحمد ياسين رحمه الله تكلم في ميقات زماني للوعد الحق، الدكتور أو الشيخ بسام جرار يتكلم في ميقات زماني للوعد الحق، أنا أتكلم في ميقات زماني للوعد الحق، بغض النظر مين يتكلم في ميقات زماني للوعد الحق، لا نتعلق بالأرقام، نستأنس فقط بالأرقام، ولكن نتعلق بإيش؟ بالأحداث، لأنه هي جزء من وعد الله سبحانه وتعالى الحق.